يقول السائل: أمر فريد أعمل محاميا وحجتي أخذها من موكلي وقد يكون كاذبا، إذا كنت تعلم أن الموكل كاذب لا يحل لك أن تدافع. إذا كنت تعلم أن الموكل كاذب شغال ولا فلا يحل لك أن تدافع عن الكذبة. قال الله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا.